في هناخد مجموعة من الجورس اند سلايس عشان نعرف ايه المفروض يتكتب في العملي. اول سبيسمن مثلا زي السبيسمن دي عبارة عن جول بلودر. جول بلودر بنقول السايز بتاعها الدايمترز بتاعتها، وبنقول انه هذا كان السايز بتاعها اكبر من النورمال او اقل من النورمال، يعني بنقول انها مثلا دايليتد انلارجد او ان هي كونتراكتد فايبروزد اوف نورمال سايز. بنقول الكالر بتاعها الوول ثيكند، هنا الوول ثيكند، السيرفيس من بره سموث، من جوه برضو السيرفيس سموث، فيها مالتيبل ستونز، حتى الستونز الوول اوف ذا جولد بلادر واخد السايز والشكل بتاع الستونز، فاسيتد اسمها فاسيتد يعني ليها سيرفيسز كده الستونز نفسها. الميكوزا اوف ذا جولد بلادر بنقول انها سموث وايتش ان كلر، احيانا بيبقى فيها هيموريج او فيها نيكروزس احنا بنوصفها. في الاخر ده الكومنت ده عالي درجه، الدايجنوزس اللي هو كرونيك كالكولر كوليسيستايتس ده عالي درجه. يبقى احنا لازم نوصف وبعد كده نكتب الدايجنوزس. مثلا جزء زي ده شريحه زي دي ده عباره عن جروس بيكتشر اوف بارت من الليفر. بنقول انه ده جزء من بارت من الليفر، شو ذات ذا ليفر از مالتلد، يعني في جزء فاتح وفي جزء غامق. هو المفروض الليفر كله لونه براونش ان كلر، لكن لما الاقي فيه اجزاء فاتحه واجزاء غامقه يبقى ده ابنورمال او باثولوجيكالي ابنورمال ليفر. بنقول ان هو السيرفيس بتاعه المفروض يبقى جليستينج، هنا السيرفيس نوت جليستينج ده السيرفيس ضل. الكروس سيكشن ده بلاقي فيه ثيكند فايبروز بورتا تراكس، الفايبروزس اوف ذا بورتا تراكس دي معناها ان الليفر ده فيه فايبروزس او فيه سيروزس. يبقى كمان ممكن اعرف الكوز اوف سيروزس لما بلاقي ان الكروس سيكشن اوف ذا ليفر هنا جرينش ان كلر، لونه جرين اللي هو لون البايل، يبقى ده معناه كمان انه السيروزس ده ديو تو بيلياري ديزيزز، فدي اسمه ده اسمه برايمري بيلياري سيروزس. دي سلايدز اوف نيدل بايوبسي فروم ذا ليفر. بلاقي انه لازم اتعرف على الاركتكتشر اوف ذا ليفر، يعني لازم اشوف البورتال تراكت والسنترال فين. البورتال تراكت هنا بعرفها بان هي دايليتد وفيها 3 ستراكشرز اللي هي البايل داكت والهيباتيك ارتري والبورتال فينز، دي كلها فيلد ويز انفلتريشن اوف كرونيك انفلاماتوري سيلز. بلاقي كمان انفلاماتوري سيلز ان بتوين الهيباتوسايتس. الاجزاء الحمراء دي عباره عن ساينوسايتس دايليتد اند كونجستد. جزء تاني من الليفر فيه فات جلوبولز، وده معناه انه الليفر فانكشنز الفانكشنز اوف ذا ليفر هنا نوت نورمال، لانه الليفر الفانكشنز بتاعته ان هو بيعمل ميتابوليزم للفات وبيحوله الى ترايجلسرايدز ولو دنس لايبوبروتين وهاي دنس لايبوبروتين باي كومبينيشن اوف فات مع بروتينز في الليفر. لما الليفر يحصل فيه هيباتيتس انفلاميشن اوف ذا ليفر ايا كان الكوز، فايرال بكتيريال بارازيتك ايا كان الكوز، ففي امبيرمنت للفانكشن، الليفر مش عارف يعمل الفانكشن بتاعته، يبقى بلاقي في اكيوميليشن اوف فات ان ذا هيباتوسايتس. الفات احنا لو شفناه بادر ستينز بلاقي ان هو بيبقى هنا بياخد ستينز، لكن انا في الاتش ان دي اي بحط للشرايح زينين، فبتبقى الفات له كلرلس او حاجات بيضة، اماكن بيضة كده، ده مكانها، ده مكان فات كان موجود في المكان ده. فده البيكتشرز دي فيها فاتي تشينج، فيها كرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريشن، فيها كونجستد ساينوسايتس، دي بيكتشر اوف كرونيك هيباتيتس. دي شريحه برضو من الليفر تاني، وده نيدل بايوبسي فروم سيروتيك ليفر. بلاقي انه الاركتكتشر اوف ذا ليفر هنا ديستورتد. يعني ايه ديستورتد؟ يعني مفيش هيباتوسايتس مرصوصه، وفي سنترال فين وفي بورتا تراكت على اطراف الهيباتوسايتس، لا بلاقي انه الاركتكتشر ديستورتد باي برود باندز اوف فايبروزس، والفايبروزس هنا مقسم الليفر لوبيولز
ونودولز من غير ما يبقى فيها سنترال فين، فدي اسمها ريجنريشن نودول، اللي هي عبارة عن نودول ملهاش اي سنترال فين وملهاش بورت اتراكت، ودي عبارة عن ريجنريشن في اماكن كان حصل فيها سيل انجري وهيباتوسايس ديث، فهو حصل عملت ريجنريشن، بس عملت ريجنريشن في ديس اوردرد مانر، فما عملتش بالظبط نفس الاركتكتشر اوف ذا ليفر. الليفر سيروزس في اربع فيتشرز، في كونتينوس هيباتوسايت انجري، وفي ريجنريشن، ريجنريشن نديول هيباتوسايت دي من السيلز اللي بتعمل ريجنريشن باي انها تعمل سيميلر سيلز من الهيباتوسايتس، فبتبقى الهيباتوسايتس اللي دايت اللي جنبها النورمال بتعمل نيو هيباتوسايتس، بس بتعمل نودولز كده اوف ريجنريشن اسمها ريجنريشن نودول، بعرفها ان ما فيهاش سنترال فين وما فيهاش بورتا تراكت. تالت حاجه بلاقي فيه فايبروزس، الفايبروس فانز دي مش نورمالي مش موجود ابدا في الليفر اي فايبروزس، لا الاقي فيه فايبروس فانز، ودي اللي بتبان جروسلي حوالين البورت اتراكت بتبان فايبروس فانز. ورابع حاجه بلاقي فيه لوس اوف اركتكتشر اوف ذا ليفر. يبقى انا عندي الاربع حاجات لو موجودين في الشريحه بقول على طول ان دي ليفر سيروزس، وبوصف الكلام ده. دي جروس بيكتشر اوف بارت فروم ذا ليفر، البارت ده هيباتيك لوبيول ده في اوكيوبايد باي ان اوفال لارج سوفت تيشو ماس، الماس دي ليها لازم اي ماس او اي تيومر بقول على الايدجز بتاعته، الايدجز بتاعته ويل ديفايند ولا ال ديفايند، بلاقي ان الايدجز هي ويل ديفايند في اماكن وال ديفايند في اماكن تانية، لانه هنا في انفيجن او انفلتريشن اوف ذا ليبر. الكونسيستنسي اوف ذا ماس بلاقيها ان هي فيرم وفيها حتت فيها فايبرس تيشو سنترال فايبرس سكار يلوش وايت ان كلر. الشكل ده في الاخر بشوف الدايمترز بتاعته كروس دايمترز وبوصفه في الاخر انه ده هيباتوسيلولار كارسينوم. دي انذر بيكتشر اوف ليفر، بلاقي انه جزء من الليفر كبير جدا، وده العيان ده عمل ليفر ترانسبلانتيشن فشالوا له جزء كبير من الليفر لوب اوف ذا ليفر، بلاقي ان هو في برضو اوكيبايد جزء كبير منه باي سوليد ماس ليها ويل ديفايند ايدجز في حتت وويل ديفايند ايدجز في حته في اماكن، هو وايتش ان يلوش وايت ان كلر، وليها سنترال فايبروزس. السنترال فايبروزس ده في الليفر تيومرز ده بيقول انه ده هيباتوسيلولار كارسينوما، لكن في نوع معين من الهيباتوسيلولار كارسينوما فيها سنترال فايبروزس اسمها فايبرولاميلر فاريانت اوف هيباتوسيلولار كارسينوما. هنا نفس البيكتشر لكن بشوف بقيه الليفر باين هنا انه في فايبروس بانز وفي ثيكند فايبروز دايليتد بورتا تراكتس، يعني الليفر ده في سيروزس، يعني هو ده ديزيزد ليفر وفي اون توب في هيباتوسيلولار كارسينوم. ده انذر لوب من الليفر بلاقيه اوكيوبايد باي مالتيبل ماسز اوف فاريبل سايزز اند شيبس، واخده كل اللوب اوف ذا ليفر كلها تقريبا نفس الكالر، ليها ويل ديفايند ايدجز، الليفر اللي جنبها اللي هو اندرلاين ليفر ما فيهوش اي فايبروزس ولا فايبرس بانس ولا تشينج اوف كالر، فده معناه ان ده نورمال ليفر ودول ميتاستاسيز من اذر برايمري، بعرفها قوي الميتاسيس ان هي تبقى مالتيبل وفاريبل ان سايز اند شيب، وغالبا موست كومن سايت اوف ميتاستاسيس تو ذا ليفر هي الجي اي تي، يعني ستومك او كولون سمول انتستن او لارج انتستن، هي اللي بتروح للليفر عن طريق بورتا تراكت وبتعمل اي كانسر في الاماكن دي بيعمل ليفر ميتاستاسيس. ده نيد البايوبسي من ليفر عنده المريض عنده هيباتايتس، فبلاقي انه البورتال تراكت هنا البورتال دي هنا البورتال تراكت، البورتال تراكت ده هيباتيك ده البورتال فين وده البايل داكت، بلاقي ان البورتال تراكت هنا دايليتد وحواليها فايبروزس
وبلاقي فيه دنس كرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريشن عامله اتاك للهيباتوسايتس اللي جنب على طول البورتا تراكت، وبتعمل لها نيكروزس، بلاقي الهيباتوسايتس بتبقى لونها ديب ريد وبعد كده بتختفي. ده نتيجه دي اسمها بنسميها بيس ميل نيكروزس، ان هو هيمفلاماتوري سيلز اتاك السيلز اوف ذا ليفر حوالين البورتا تراكت، دي اسمها بيس ميل نيكروزس. فانفلاماتوري سيل انفلتريشن، بيس ميل نيكروزس، وفايبروزس حوالين البورتا تراكت، دي كلها اسمها كرونيك هيباتيتس. دي نيد بايوبسي فروم ليفر كونجستد ليفر، بلاقي هنا دي البورتا تراكت، ادي البايل داكت بتبقى لونها ازرق وسمول، وده الهيباتيك ارتري والبورتال فين. دي البورتا تراكت بلاقيها هنا حواليها الهيباتوسايت نورمال، لكن هنا سنترال فين وحواليه الهيباتوسايت كلها نيكروتيك وديجنريتد. السنترال فين ده عباره عن الفينس ريتيرن اوف ذا ليفر، انما البورتا تراكت فيها البايل فيها الهيباتيك ارتري وده بلاد سبلاي تو ذا ليفر اكسجينيتد بلاد، وليها بورتال فين وده بيجيب البورتا سيركوليشن بيجيب البلاد من الانتستين تو ذا ليفر، وبرده ده في اكسجينيتد بلاد وفي كمان نارشت ويز او نيوترينتس من الجي اي تي. امال السنترال فين ده الفينس ريتيرن، يبقى المكان اللي فيه انجري في حوالين الفينس ريتيرن ده معناه ان في كرونيك فينس كونجيشن في السيستمز اوف ذا ليفر كله، وبعرفه كده انه حوالين المنطقه اللي فيها بلاد سبلاي كويس بلاقي الهيباتوسايس نورمال، لكن الاماكن اللي فيها سنترال فين يعني فينوس ريتين نتيجه ان في كونجيشن وريتينشن للبلاد في الفينوس سيستم بلاقي انه في بريشر اتروفي وفي دي اوكسجينيشن واسكيميا، والسيلز هيباتوسايت ما بتستحملش اللوس اوف اوكسجين ونيوترينت، فحوالين السنترال فين بلاقي فيه نيكروزس. المنظر ده اسمه نوت ميج ليفر، يعني في اماكن بيل وفي اماكن بينك وفي اماكن نورمال هيباتوسايتس في اماكن فيها نيكروزس، والشكل دوت جروسلي اسمه نوت ميج ليفر كاركترستيك للكرونيك فينوس كونجيشن اوف ذا ليفر. ده على طول اول ما بنشوف المنظر ده عباره عن سكوماس ايبيثيليوم. سكوماس ايبيثيليوم معروف انه بيكون من بيزل لير وستراتيفايد لير او مالتيبل لير اوف كيراتينوسايتس، وبعدين في سوبرفيشال لير اوف كيراتين. هنا بلاقي انه كل اللايرز اوف ذا سكوماس ايبيثيليوم انلارجت وفيها هايبر بليزيا، يعني عدد كبير اكتر من النورمال، حتى لدرجه ان الريت ريجس اللي هي دي ديبر داخله ديب في الديرمس، والاقي ان الديرمال بابيلي هنا انوجيتد برضو، ده معناها انه السكومس ابيثيليوم ده هايبر بلاستيك، يعني في انكريز في النمبر اوف ذا سيلز. هايبر بليزيا ده بيحصل نتيجه انه في كرونيك اريتيشن للمكان ده. السكومس ابيثيليوم البايوبسي دي فروم ذا ماوث، وفيها اريا بتبان جروستي على ان هي وايتش سبوت واللوكالايزد وجلستنينج، لكن تحت الميكروسكوب بلاقي ان فيها increase في النمبر اوف ذا كيراتينوسايتس وانكريز في الكيراتين برودكشن اسمها هايبر كيراتوزيس ودي اسمها اكانثوزيس. المنظر ده في الاورال كافيتي بسميه لوكوبليكيا او سكويمس هايبر بليزيا. طب انا يعني ايه الادفانتج بتاعته او ليه انا باخد منه بايوبسي؟ لانه احيانا الهايبربليزيا ممكن يبقى معاها اتيبيا، وان السكومات ابيثيليوم دي تبقى اتيبيكال فيبقى بريكانسرس وممكن يتحول الى سكومات سيل كارسينوم. دي بايوبسي من عينه زي دي بس فضلت فتره طويله حصل لها هايبربليزيا وبعدين حصل تيومر of the squamous epithelium of the mouse، وهي لقينا ان في التيومر ده بايوبسي من التيومر of the oral cavity لقينا ان في squamous epithelium cell nest، دي عباره عن squamous cells neoplastic squamous cell وcentral keratin formation، ودي البيزر لير، ودي لقينا ان squamous epithelium ده neoplastic عامل infiltration للستروما وsoft tissues of the oral cavity. المنظر ده على طول بيقول لنا ان دي عباره عن سكوماس سيل كارسينوما، يبقى سكوماس سيل كارسينوما كاركترستيك
ليها السيل نست اللي هي مجموعة من الكيراتينوسايتس، نيوبلاستيك كيراتينوسايتس، وفيها سنترال كيراتين. دي بايوبسي، نيل البايوبسي فروم سليفري جلاند، ولازم اعرف التيشوز في الشرايح، لازم هيقول لنا البايوبسي دي منين. فدي من السبمانديبولار سليفري جلاند. ايه اللي بلاقي فيها؟ انه السبمانديبولار سليفري جلاند بتتكون نورمالي من اسيناي، وكل مجموعه من الاسيناي ليها دكت، مجموعه من الاسيناي ليها دكت. الدكتس دي مجموعه اهي وليها دكت اهي، الدكتس دي بتفتح في مين دكت اللي هي اكبر دكت موجوده. فالمين دكت دي هي اكتر مكان بيبقى فيه انفلاميشن، ممكن يبقى فيه ستونز. فانا ما بلاقي في الانفلاماتوري بروسيس اوف ذا سليفري جلاند او سيلادونايتس، بلاقي انه اول حاجه بيبقى فيها انفلاميشن هي حوالين المين دكتس، وبعد كده بلاقي ان الانفلاماتوري سيلز ممكن تبقى تو سبريد للاذر ستراكشرز زي السمول دكتس التانيين، وكمان ان بتوين الاسيناي. بلاقي في المين دكت بلاقيها ان هي فيها فايبروزس وثيكند ودايليتد، الابيثيل لايننج بتاعها المفروض ان هو كيوبيكال، بلاقيه ان هو حصل له مالتيبل لاير وبقى ميتابلاستيك، بقى سكويمس من الاريتيشن. بلاقي اليومن ممكن الاقي فيه ستونز، ممكن الاقي فيه سيل ديبري، ممكن الاقي فيه انفلاماتوري سيلز. برضو الوول هنا في كرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريشن، وبلاقي فيه فايبروزس حوالين الدكت وبرضو الى الاذر دكتس، فيبقى ده معناها ان ده كرونيك بروسس. فاحيانا بلاقي هنا ستون فيبقى كرونيك كالكولر سيلودونايتس، لكن دي ما فيهاش ستونز فدي اسمها كرونيك نون سبيسيفيك سيلودونايتس. دي برضو بايوبسي من سليفري جلاند، باروتيد جلاند، تلاقي فيها ماس، الماس دي بتتكون من تو كومبوننت، بلاقي في دكت او اسيناي او بابيلاري بروسيسز فورمد اوف نيوبلاستيك ابيثيليوم. كلمه نيوبلاستيك يعني تيومر، مش لازم يبقى مالجنت، ممكن يبقى بناين او مالجنت، كلمه نيوبلاستيك يعني تيومر بس. فبلاقي نيوبلاستيك سيلز يعني ابنورمال سيلز ليها سمول نيوكلياي وابانتنت زينوفيليك سيتوبلازم، عشان كده بقول انها اسمها اونكوسيتيك، يعني شبه الاونكوسايتس او شبه الجلاندولار ابيثيليوم. وكمان البابيلاري والاسيناي دي الاستروما بتاعتها معموره من الفايبر لينفويد تيشوز وفايبرس تيشو. لينفويد تيشوز كتيره لدرجه ان هي عامله لينفويد فولكل اكنها لينف نود وليها جيرمينال سنترز، وفي برضو حواليها في فايبروزس او فايبرس تيشو. التيومر كاركترستيك اللي هو فيه التو كومبوننت دول هو الوارفين تيومر، وده عباره عن بناين تيومر اوف ذا سليفري جلاند. دي انذر تيومر برضو من غير الوارفينز، في انذر تيومر للسليفري جلاند فيري كومن، دي باروتيد سليفري جلاند، ده النورمال بتاعها، وده كبسول فايبرس كبسول، ودي ده تيومر، وده برضو بناين تيومر زي الوارفين تيومر، بناين تيومر اوف ذا سليفري جلاند، بيتكون من نيوبلاستيك سيلز عامله جلانس سمول جلانس. الستروما ممكن تبقى كارتلاجينس، ممكن تبقى هايلاين ستروما، ممكن تبقى ميكزويد ستروما، يعني فيري لوز ستروما، وانا ما بقدرش افرق بين الستروما وبين النيوبلاستيك سيلز. دايما المنظر ده اسمه بريمورفيك، فده اسمها بريمورفيك ادينوما. بريمورفيك ادينوما فيري كومن في البروتيد جلاند، وهي بتبقى كبسوليتد وبناين تيومر، لكن احيانا التيومر ده بيبقى بره الكبسول، فانا لو ما عملتش كومبليت اكسجن للتيومر والكبسول كويس يبقى ممكن يحصل له ريكارنس تاني، يرجع للمريض تاني نفس التيومر نتيجه انكمبليت اكسجن للكبسول ده، لان التيومر ده ممكن يبقى عامل اكستنشن خلال الكبسول ده للجلاند، فانا لما بشيله من غير ما اشيل الكبسول كويس بيحصل له ريكارنس، لكن هو بناين تيومر او ده سيلفري جلاند. ده جروس بيكتشر اوف بارت من الكولون، والكولون عندي اسندنج وترانزفيرس وديستندنج وسيجمويد كولون. تيومر اوف ذا كولون هنا باين طبعا، تيومر اوف ذا كولون انا بقيسه لونجيتيودنال وفيرتيكال، بقول مثلا ده مثلا 4 في او 5 سنتي في 11 سنتي، بقول ان الكولون دايليتد، هنا الحته دي دايليتد عن النورمال، وبلاقي في الميكوزا بلاقيها ان هي نورمال ميكوزا، ولقيت التيومر ده عباره عن تيومر ماس عامل كولي فلاور
structure fungating. الكلر بتاعه وايتش، ممكن يبقى براونش ان كلر، فيه هيموريج، وبلاقي ان التيومر ده كمان عامل انفلتريشن، وفي اذر تيومر في الكولون ممكن يبقى بروجكتنج، اقول انه بروجكتنج تو ذا ليومن اوف ذا كولون. المنظر ده موست بروبلي ده ادينوكارسينوما اوف ذا كولون. دي شريحة من ثيكند ستونك، وانا اخدت منها بايوبسي، فالبايوبسي بيبين انه الوول المسل وول اوف ذا ستومك از انفلتريتد باي نيوبلاستيك سيجنت رينج سيلز. سيجنت رينج يعني عامله زي الخاتم، عباره عن اوفال سيلز والاكسنتريك او على الجنب، يعني نيوكليس لارج نيوكليس وبيل سيتوبلازم. ده السيجنت رينج سيلز دي عباره عن نيوبلاستيك سيلز، دي مالجنانت سيلز، وبتعمل انفلتريشن للوول اوف ذا ستومك سنجل سيلز، يعني بتمشي واحده 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 بس، ما بتعملش ماس وما بتعملش جلانس، ما بتعملش شيتس سوليد شيتس، لا انفلتريت انفلتراتيف بسنجل سيلز. شايفين هنا المفروض المانسلز اوف ذا ستومك دي بتعمل انفلتريشن، عشان كده سميناه ديفيوز تايب اوف ادرينال كارسينوما اوف ذا ستومك. ده فيري فيري اجريسيف، وما بيعملش ماس في الاستومك، لكن بيعمل ثيكنينج اوف ذا ستومك. فبلاقي ان الاستومك اسمها ليثر بوتل او لاينيتس بلاستيكا، ان الاستومك كلها كونتراكتد وكلها ثيك وول، مفيش ماس معينه، لكن كل الوول انفلتريتد باي نيوبلاستيك سيجنت رينج او مالجننت سيجنت رينج سيلز. فدي اسمها سيجنت رينج سيل كارسينوما او ادينوكارسينوما اوف ذا ستومك، ده ديفيوز تايب. دي بقى عينه من الاستومك برضو، بس دي اللوكلايز تايب او الاذر تايب اوف ادينوكارسينوما. بلاقي ان ده جزء من الاستومك انفلتريتد، المسلز هنا اهي المسلز انفلتريتد باي نيوبلاستيك سيلز عامله جلانس، والجلانس دي فاريبل ان سايز اند شيب، بعرفها ان هي نيوبلاستيك لانه في انكريز نيوكليوسيتوبلازم كريشيو ومفيش ميوكس سكريشن. المفروض ان الجلانس دي فيها بيزن نيوكلياي وفيها بيل ميوسين سكريتنج سيلز سيتوبلازم كلير. لا انا ما بلاقيش خالص اي ميوسين، وبلاقي انه النيوكلياي واخده كل السيلز، والجلانس شكلها دارك ان كلر، وبلاقيها فاريبل ان سايز، وعامله شور ساين اوف مالجنسي ان الجلانس دي تبقى عامله انفلتريشن للمسلز اوف ذا ستومك. الريست اوف ذا ستومك الجزء ده بلاقي ان فيه كرونيك انفلاماتوري سيلز، وان الجلانس هنا اتروفايد، يعني معناها انه دي ادينوكارسينوما اون توب اوف كرونيك كرونيك جاسترايتس. موست كومن بري كانسرس ليجن للادينوكارسينوما اوف ذا كولون هي او ادينوكارسينوما اوف ذا ستومك هي الهيليكوباكتر بايلوري جاسترايتس. فيبقى نكتب الكومنت ده ان هو في ادينوكارسينوما انفلتريتنج ذا وول اوف ذا ستومك، وان في كمان انفلاماتوري سيلز وانفلاماتوري رياكشن، وان الجلانس حصل لها في جزء النورمال في اتروفي، وان ده عباره عن ادينوكارسينوما اوف ذا ستومك ذا لوكالايزد تايب. ده جزء من كولون، بولب موجود في الكولون، اخدته تحت الميكروسكوب، بلاقي انه في عباره عن بوليبويد ماس ليها سنترال كور وليها سيرفيس، كله عباره عن نيوبلاستيك سيلز عاملين جلاند. طب انا عرفت منين ان دي نيوبلاستيك؟ لان النورمال سيلز ليهم نورمال سيلز الابيثيليوم بتاعهم في بيزال نيوكلياي وفي بيزال على البيزمنت ممبرين سمول بيزال نيوكلياي، والباقي السيلز عباره عن ميوسين او بيل كلير سيتوبلازم. والجلانس المفروض ان هي قد بعض، لكن انا بلاقي هنا انه النيوكلياي مش بيزل، ما بقتش بيزل، لا ده خدت جزء كبير حيز كبير من السيلز، وان الميوسين او السكريشن اوف ذا جلانس لا بقتش، بقت قليله جدا diminished ميوسين سكريشن، وبلاقي ان الجلانس بقت فاريبل ان سايز اند شيب وانكريز نيوكليوسيتوبلازم كريشن، ولاقي ميتوزس هنا، بلاقي ميتوزس اكتر من النورمال، وكمان عشان هم عددهم زاد فبقت مش فلات زي الكولون، لا ده بقت عملت ماس وعباره عن بوليب.
دي اسمها ادينوما اوف ذا كولون. ادينوما اوف ذا كولون دي بري كانسرس، عشان كده مهم خالص ان احنا نشخص الادينوما اوف ذا كولون، على ان الناس اللي بيبقى عندهم ادينوما كتير، عدد كبير من الادينوماز ده بيبقوا هاي ريسك انه يحصل لهم ادينو كارسينوما اوف ذا كولون. دي الحاله اللي هي فيها جزء من الكولون كومبليتلي ريبليسد باي مالتيبل بولي باي، زي اللي فاتت دي، زي البولي باي دي. مالتيبل بولي باي دول مئات. الحالة دي الشخص بيتولد بيها، المريض بيتولد بيها، بيبقى عنده فاميليا الادينوماتس بوليبوزس، وده هيرديتري ديزيز نتيجة فاميليا الادينوماتس بوليبوزس جين. في جين هو هنا عنده جين ده فيه ميوتيشن، فالميكوزا اوف ذا كولون بتعمل بولي باي كتير جدا جدا، مئات البولي باي، واحدة او اتنين منهم ممكن تتحول الى ادينوكارسينوما اوف ذا كولون. المنظر ده في حد وصفه من الدكاتره قال ان ده كاربت زي سجاده اوف بوليبوز او بوليباي، يعني عدد كبير لا ان يمرابول ما بتقدرش تعده من البوليباي، واخده كل الميكوزا او ذاكوره. فدي الحاله دي اول ما بشوفها دي اسمها فاميليا الادينوماتس بوليباي، ودي يعني فيري هاي ريسك ان هي تحول الى ادينوكارسينوما او ذاكوره. دي عينة بالاندوسكوبي من ستومك، والمريض هنا عنده جاسترايتس فور لونج بيريود وعنده انوركسيا، فاحنا لقينا انه نعمل له منظار، فالبايوبسي من المنظار لقى انه ده جزء من ستومك. بلاقي ان المفروض في النورمالي الجلانس اوف ذا ستومك اكتر من كده بكتير، فهو الجلانس اللي عنده هنا سمول ان سايز وفيو ان نمبر، فده معناه انه عنده جاستريك بارشال اتروفي، الجلانس اتروفايد مش موجوده. بلاقي كمان انه دي اللامينا بروبريا كلها انفلتريتد باي كرونيك انفلاماتوري سيلز، لدرجه ان الانفلاماتوري سيلز او الليمفوسايتس عاملين ليمفويد فوليكلز وليها جيرمنال سنترز. ده الكاركترستيك فيتشر دي اللي هي ليمفويد فوليكل with germinal centers diffuse lymphocytic و plasma cell infiltration of the lamina propria. كمان glandular atrophy partial glandular atrophy of the stomach، دي كلها characteristic لل H. pylori gastritis. H. pylori أو Helicobacter pylori gastritis is endemic disease، وممكن يحول بعد كده الستومك دي إلى cancer stomach. ده بايوبسي برضو من الكولون، المريض ده عنده بين وعنده بليدنج بالريكتم وعنده المانيفستيشنز دي ابدومينال بين، عنده المانيفستيشن دي بتروح وتيجي ريميشن اند ريلابس، كل فتره يجي له اتاك اوف ابدومينال بين اند بليدنج وميوكس وبلاد ان ستول، وبعد كده يحصل له ريكفري ويحصل له ريميشن. الكاركترستيك فيتشر دي من الهيستوري دي عباره عن ألساتيف كوليتس، ده عباره عن انفلاماتوري باول ديزيز في بيأفكت الكولون بس، يعني الاسندنج ترانزفيرس ديسندنج اند سيجمويد كولون بس، بيبقى فيه كرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريشن اند ألساريشن في الميكوزا اوف ذا كولون بس، ما بتعديش الماسكولارس ميكوزا ابدا، الانفلاماتوري سيلز دي ما بتعديش خالص الماسكولارس ميكوزا، الماسكولارس ميكوزا تبقى انتاكت. الميكوزا بقى بيبقى فيها ايه؟ فيها غير الالسريشن فيها انفلاماتوري سيل انفلتريشن، فيها كمان الكريبت اوف ذا كولون، هي الكريبت بيبان على انه كانه تيست تيوب كده، في سيرفيس ايبيثيليوم اهو، هنا سيرفيس ايبيثيليوم انكمبليت لان في الالسريشن، وفي تيوبس المفروض ان هي الجلانس المفروض عامله زي تيست تيوب موجوده في راك، بلاقي ان الجلانس هنا قليله خالص لان حصل لها ديستراكشن واتروفي. بلاقي انه كمان في بعض الجلانس زي كده اهي اتاكد باي انفلاماتوري سيلز، الانفلاماتوري موتتها وكسرتها فبقت ان هي مش موجوده، هنا برده في جزء من الجلاند بس هو الموجود، الباقي انفلاماتوري سيلز عملت له نيكروزس وديستراكشن، فيبقى هنا كان في مجموعه من الجلاند هنا حصل لها ديستراكشن، يبقى الميكوز حصل لها اتروفي. احيانا بلاقي انفلاماتوري سيلز جوه الكريبت ده فاسمها كريبت ابسس، ودي كاركترستيك للالساتيف كولايتس، و
الانفلاميشن السيفير انفلاميشن دي اللي هي في الميكوزا بس، دي بيحصل لها ريكفري. بس المشكله ان هي ده اوتوميون ديزيز، اوتوميون ديزيز بيحصل له ريلابس تاني ويحصل له اتاك برضو، انفلاماتوري سيلز تعمل اتاك للميكوزا. باي ذا تايم بلاقي ان الميكوزا دي ميكوزا الجلانس حصل لها اتروفي مش موجوده، وممكن الجزء من الكولون ده يحصل له كانسر يبقى عنده ألساتيف الكولات تحولت الى ادينوكارسينوما او ذا. دي very common slides اللي هي جزء من الابندكس، هي بتبقى مدوره على الشريحه لكن انا خدت جزء منها بس. دي الابندكولار ميكوزا بلاقي ان هي اللامينا بروبريا بتاعتها مليانه انفلاماتوري سيلز، كمان اليوم فيه بلاقي ممكن الاقي فيه انفلاماتوري سيلز، ممكن الاقي فيه سيل ديبري، ممكن الاقي فيها نكروزس، ممكن نكروتيك تيشوز، ممكن الاقي فيها فود بارتكلز هنا. وبلاقي ان في الساب ميكوزا في فايرز باتشز فيها او ليمفويد فوليكلز فيها هايبربليزيا فوليكولار هايبربليزيا اوف ذا ليمفويد فوليكلز. وبلاقي انه الوول اوف ذا ابندكس ممكن الاقيه فيه برضو انفلاماتوري سيلز. دي كاركترستيك للكرونيك ابندسايتس، نلاقي ميكوزا ممكن تبقى انتكت ممكن يبقى فيها السريشن بس دايما فيها كلها اللامينا بروبيا بتاعتها فيها كرونيك انفلاماتوري سيلز، والليمفويد فوليكل بايرز باتشز فيها ليمفويد هايبربليزيا. وبلاقي انه الوول بتاع الابندكس ممكن يبقى فيه انفلتريت باي كرونيك انفلاماتوري سيلز. دي بايوبسي من ماس ان ذا كولون، وانا من غير ما انا اقول ايه جلانس دي لما الاقي جلانس عامله انفلتريشن للماسلز على طول يبقى دي مالجننت جلانس. هنا المسلز اوف ذا كولون انفلتريتد باي نيوبلاستيك سيلز، هي عاملين جلانس حتى جلانس الريجولار ان سايز اند شيب، وفي جزء منها عامل زي السوليد شيتس وفي جزء عامل زي كريبي فورم. ده كلها ابنورمال شيب اوف ذا جلاند، عامله انفلتريشن لكل الوول سيكنس اوف ذا كولون. والكولون هنا الميكوزا بتاعته ألسريتد، فده كاركترستيك للادينوكارسينوما اوف ذا كولون. احيانا الادينوكارسينوما اوف ذا كولون بيبقى التايب بتاعها الجلانس النيوبلاستيك سيلز بسكريت ميوسين ان لارج اماونت، فبيبقى عندي كميه كبيره من الميوسين مع ان عدد الجلانس والسيلز قليل، فدي اسمها ميوسينوس كارسينوما اوف ذا كولون. بلاقي النيوبلاستيك سيلز والنيوبلاستيك جلانس floating او swimming floating كده في lack of ميوسين، يعني زي ما يكون عايمين في الميوسين. بلاقي انه المسلز اوف ذا كولون splitted و infiltrated و destroyed by the neoplastic cells and the ميوسين. البروجنوزس اوف this tumor مع انه التيومر بيتشخص بدري لانه بيعمل ماس كبيره، لكن الميوسين ده بيسهل انه المالجنانسز سبريد في الوول اوف ذا كولون، عشان كده بيحصل لها رابيد سبريد. فالبروجنوزس بتاعها يعني بور عن الادينوكارسينوما اللي هي العاديه، لانه هنا زي ما بقول انه الميوسين ده بيسهل سبريد اوف ذا مالجنانت سيلز ان ذا وول اوف ذا كولون، مع انه هي بتعمل لارج ماس عشان الميوسين ده بيعمل بالكي ماس. لو العيان بيكشف وبيسال ميديكال ادفايس هيتشخص بدري، لكن للاسف هو عبال ما بيبقى لارج ماس بيكون حصل له سبريد عن طريق لوكال سبريد وكمان ليمفاتيك اند بلاد. ثانك يو.
Thank you.